الحمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلمك. طب يلا برنس سيب الباشا يرتاح شويه. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ظهر الفندق كله يعرف المدام. برنس زبون قديم عند مدام سعاد. الكلام ده كان زمان قبل ما تفتح الصالون الجديد. انت فتحتي صالون جديد؟ الف مبروك. شكرا. طب ان شاء الله بينا احنا برنس احسن؟ سعاد خش استنيني في اوضه النوم، هخلص مع المعلم وحصلك. اوضه نوم ايه اللي تستناك فيها يا روح امك؟ في ايه؟ انت اتجننت؟ انت لسه شفت جنان؟ لسه شفت جنان؟ انا كنت جاي بس اسلم على حضرتك وماشي. سعاد جسمي مدغدغ، استنيني جوه. يلا بينا يا برنس. يلا بابا ضربي. عايز حاجه؟ شكرا. نورتنا يا معلم. تصبح خير يا باشا. انت ولا انا؟ اتخضيتي؟ لا خالص. ساعة ما شفت المعلم وانت مش على بعضك. انا اصله كان جه مره وكان عايزني اعمل له مساج، وانا قلت له ان انا خلاص ما بقتش اشتغل بايدي يعني، فشكله كده قفش. على كده انا محظوظ جدا. حضرتك طبعا الكل في الكل، والكلام ده ما يمشيش عليك. بس سيبك انت، شكلك النهارده زي القمر بجد والله. يعني اللوك الجديد عاجب حضرتك؟ يا برنس ما اتفقناش، هتنفذ امتى؟ اظبط الدنيا الاول. مالك في؟ لا انا ما فيش. لا في، انت مش على بعضك ليه كده؟ ابدا، سرحت شويه في العمليه. اذا كان في العمليه تمام فقول لنا شويه يا برنس. كل واحد هنا يا باشا؟ لا ربنا يخليك. شكرا. شكرا، ألف مبروك. الله يبارك فيك. جرى إيه ضاحي؟ هتتوتر كده من أولها؟ مش متوتر ولا حاجة، أنا هو بص بس مشي ولا فين؟ ماشي، استنى هنا. رايح فين؟ مش هتشيلني؟ في عريس ما يشيلش عروسته ليلة الدخلة؟ دي حاجة كل واحدة بتتمناها. يلا صاحب يلا.
معاش ولا خلي اللي يقول على البرنس كده. طلع عيني يا خميس. سعاد بنت الكلب اللي ما خلتش في نفسها حاجة بتستغفلني يا خميس، بتكرتني على قفاها يا خميس. فهمني يا كبير، أنا مش فاهم حاجة، إيه اللي حصل بس؟ هقتلها، هقتلها. ماشي يا كبير، بس فهمني الأول إيه اللي حصل. اوعى من سكتي، هقتلهم كلهم، هقتلهم كلهم، ملعون عمود الشغلانة. ماشي يا كبير، بس فهمني الأول. يا كبير فهمني بس. ابعد أنت من وشي يا خميس. ماشي. اوعى من سكتي. ماشي. هو في حاجة ولا إيه؟ مفيش حاجة يا عم، توكل على الله، مفيش حاجة. مفيش حاجة يا أمال إيه الطبنجة دي؟ أنت مال إيه؟ مال أهلي؟ يا عم قلنا لك مفيش، توكل على الله، أنت غاوي تحرق. يلا يا عم أنت. يلا يا خميس نمشي المكان الوسخ ده. حضرتك مين؟ مفيش، أنا عايز أفهم إيه القصة دي. بص يا عم أنت من هنا. أنت يا عم فهمني يا عم، إيه القصة دي؟ أنت رايح فين؟ أنت يا عم فهمني، أنزل فهمني إيه اللي حصل؟ يا عم أنت يا عم. تعالي هنا. تعالي هنا. تعالي. ايه اللي انت بتعمله ده يا علي؟ في ايه؟ ما تفهمني ايه اللي بيحصل؟ خنيني بعد كل اللي عملته لك. لا يا علي، انا عمري ما خنتك. لا خنتيني. كنت بتروحي لطارق السويد بتاعه ليه؟ لا يا علي، والله العظيم اللي في دماغك ده ما حصل. انت فاهم غلط. اديني فرصه واحده بس ادافع عن نفسي. تاخرتي قوي. لا يا علي. يا بنت الكلب. يا هل يا هل سعادة كبير. سيبها ترن، انا عارف ايه عاوزة، ايه عاوزة تعرف انا هعمل فيها ايه. انت ناوي تعمل فيها ايه يا كبير؟ الفلس جارة جاهزة كبير. الواد يوسف ده طلع ارجل مني. متقولش كده كبير، ده حتة عيل. يوم ما قفشها مع عمر مهموش انه مسلح ومع رجالته، هجم عليه وكان هياكله بسنانه، وحتى لما عديناه فرقتش معاه، وقف قدامنا راس براس. الظاهر انا اللي طلعت عيل. اكبر، وانت كنت هتعرف منين؟ هي اللي بنت 60 كلب دي اخرة اللي يمشي ورا غرايزه. انا كان قلبي حاسس إن نهايتي هتبقى على إيد المرة دي. معلش يا كبير، الحمار ما ينخش من بطيخة زيادة. حمار يا بهيم أنت التاني. سعاد تاني يا كبير. سيبك منها. أنت ناوي عليها يا كبير. عجبك؟ شاريه لك مخصوص على فكرة. يعني ما كانش في الخطة. بجد عجبك ولا لا يا ضاحي؟ حلو، بس احنا جايين نشتغل. احنا جايين نشتغل؟ مالك واخد الدنيا قفش كده ليه؟ هما
عايزين يخلصوا على الجدع ده ليه؟ جرأة ايه ضاحي؟ ما زيه زي اللي قبله. في ايه وطرتني على فكرة؟ مش كده؟ هو سحر ده اسمك الحقيقي؟ لا سلفاه. بتسأل ليه؟ عايز تتقدم لي؟ تفتكر انت اسمي ايه؟ سعاد. سعاد؟ اشمعنى؟ بتحب السندريلا؟ لا حقيقي كنت عايز اعرف اسمك ايه؟ مالك النهارده مش على بعضك ليه؟ عادي كنت عايز اعرف. ما انت عارف انه ما ينفعش. انت هتقولي لي ومحدش هيعرف انك قلتي لي. اصلك ما تعرفهمش قدي. ده حتى نفسنا بيوصل له. هم مين دول؟ جرائيه ضاحي. فاضل قد ايه؟ مالكش نفس ولا واحدة تانية؟ شكلها واحدة تانية. بتحبها؟ طب هي عارفة انت ايه؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ هو احنا كده بينا وبين نفسينا نستاهل الحرب، وقدام اللي بنحبهم ملايكة بجناحات. ما تقوم تصب لنا كاسين عشان تروق اعصابك، ده انا جايبها لك بنفسي. ما بشربش. مساء الخير. مساء الخير. باباك يكلمك كذا مرة، موبايلك مقفول. كنتي فين؟ موبايل فصل شاه. أمال كنزي فين؟ كنزي نامت. كنت عايزة أتكلم معاكوا في موضوع كده. خير يا بنتي؟ أنا بكرة هروح للمحامي عشان موضوع الهجرة. بنتي إحنا مش سبق اتكلمنا في الموضوع ده واتفقنا على إننا هنفكر؟ أنا فكرت خلاص. طيب الإجراءات دي هتاخد وقت قد إيه؟ مش عارف، هعرف كل حاجة بكرة إن شاء الله. وهتعرفي تعيشي لوحدك؟ مين هيعمل لك أكل؟ مين هيغسل لك هدومك؟ بلاش كل ده. مين هيودي كنزي؟ أنا عندي 30 سنة، أقدر أعمل كل الحاجات اللي قلتيها دي لوحدي، مش محتاجة وصاية من حد. أنتِ بتسمي خوفي عليكي وصاية؟ اللي حضرتك بتقوليه ده ملوش أي اسم تاني. أنا كبرت. كبرتي عشان اتجوزتي سيزفت ده افتكرتي نفسك كبرتي. الله يرحمه ويسامحه بقى. ده ما تجوزش عليه الرحمة أصلا. نادية أنا داخلة نام، تصبحوا على خير. إيه يا نادية؟ ده كلام يتقال؟ كلمة وطلعت مني بالغلط بقى. Thank you.
عملتش شيء. كنت في مشوار يا حبيبتي. كل مرة ما تسمينيش تاني. عمري ما هسيبك يا كنز. ايوه يا ام محمد، طمنيني على هيثم، هعمل ايه دلوقتي؟ طب الحمد لله. بقول لك ايه، المعلم جه؟ طب سلم دلوقتي. حمام الهنا يا باشا. اعذرني يا باشا ما بشربش. ما تعودتش ترفض لي طلب. حرق شويه بس حلو. طب يلا خلصي عشان نبتدي. على فكره انا برضو مصمم. انت من ساعه ما شفتي المعلم انت مش عجباني. اصل هو في حاجه كده. حاجه ايه؟ المعلم جوزي. جوزك؟ طب وفيها ايه؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ مش ده شغلك؟ اه طبعا طبعا، بس يعني مش بيغير عليا جوزي، يعني طبيعي يغير. وبعدين اصلا هو كان شارط عليا في العقد بتاع السنتر انه يبقى حريمي، بس اكيد دلوقتي لما لقاني داخله عند حضرتك اكيد ركبوا مليون عفريت، وبصراحه مش عارفه هيعمل فيا ايه لما يشوفني بعد كده في البيت، خصوصا ان انا كدبت عليه وقلت له ان انا رايحه عند مدام ليلى علوي. ليلى علوي؟ طيب انا مش عاوزك تقلقي، سيب الموضوع ده عليا انا. بجد يا باشا ربنا يخليك، يعني ده انت تبقى عملت جميل مش هنساهولك طول عمري. شكلي كده هشيلك جمايل كتير. طب ممكن نتصل بيه حضرتك دلوقتي؟ خلاص بقى قلت لك ما تقلقيش. محمد يا ابو محمد. نعم يا معلم. لبسي الواد هيثم عشان اخده معايا للدكتور دلوقتي يا معلم. امال السنه الجايه؟ مش قصدي، انا بحسب الصبح. مين اللي بقول لك عليها ولا ايه؟ عينيا يا معلم. حاضر. ما تقرينا كبيرنا وعلى ايه؟ اتقل تبقاش خفيف. شيل هذا خميس. ماما فين؟ روح للدكتور يا حبيبي. تقول ماما فين؟ ماما زمانها جاية. يلا خميس. ايه الكلام ده يا عم حسن؟ يوسف رفعك بالطبنجة؟ والختمة الشريفة زي ما بقول لك كده. طب معلش معلش يا راجل، طيب حقك عليا. لما يجي هخليه يحب على راسك. لا يحب ولا يكره، كفايه قوي لحد كده.
تمام يا حسن. الواد يوسف فين؟ معرفش. بكلمه ما بيردش. انت عاوزه في ايه؟ عاوز اديله الامانه بتاعته. امانه ايه؟ الواد هيثم. هيثم؟ مش فاهم. مش مهم تفهم. انت فين دلوقتي؟ مش معنى يعني؟ اخلص! لا ما انا مش هقول انا فين غير لما تقول لي عاوزني ليه؟ يا دي حوارات المحامين اللي ما بتخلصش دي. الواد هيثم معايا. وعاوز اديهوله. ولو مش موجود استلمه انت بداله. هو معاك دلوقتي؟ ايوه معايا. ولو مش مصدقني هقول لك هسيبهولك فين وباخده انت بمعرفتك. بس عاوز اقول لك على حاجه. الواد سخن مولع. انا اسفك يا عم حسن. في واحد بره يا ريس. مقدم شريف ادريس مباحث امن العاصمه. طبعا طبعا. اهلا اهلا. هذا النور هذا الهنا. اتفضل يا باشا تشرب ايه؟ لا ملوش لزوم انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. انا كلمتين وماشي على طول. براحتك تيف. قول لعم عطيه يجيب كوبايه ميه ساقعه للباشا. اتفضل استريح. اقدر اساعدك ازاي؟ الحقيقه انا جاي النهارده علشان الموقف اللي عملته مدام انجي. لا 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 اسمح لي بقى. دي كانت عصبية قوي قوي. عصبية زيادة عن اللزوم. أنا ما كنتش متخيل إنها هتعمل كده يعني. معلش برضو حياتك كان لازم تعذرها. واحدة شقتها اتسرقت. والحقيقة كانت فاكرة يعني. كانت فاكرة إيه؟ كانت فاكرة إيه؟ إن أنا اللي سرقتها. دي تبقى غبية. وبعدين المحكمة برأت موكلي. وجوزها الله يرحمه. استغفر الله العظيم يا رب. مش عايزين نخوض في الأعراض بقى. مش معنى ان احنا كنا خصوم في قضيه ان اي مصيبه تحصل لها هبقى انا السبب فيها. وعلشان كده انا جاي لك النهارده. بس المشكله مش في شويه الصيغه اللي سرقت من الشقه. امال المشكله في ايه؟ المشكله في الدوسيه اللي اتسرق. دوسيه؟ تعالى يا مطر. يلا روح. ليه دعوه بالقضيه؟ القضيه؟ وانا الظاهر ما قلتش لحضرتك. الاستاذ وليد الله يرحمه كان عنده نسخه ثانيه من مستندات قضيه علي الجندي. وانا الظاهر ما قلتش لحضرتك ان انا محامي مش هجام. طبعا يا متر وحد يقدر يقول غير كده؟ انك محامي كبير واسمك معروف في كل حته. كويس انك عارف. وعلشان كده انا جيت لك النهارده عشان ما يبقاش في حاجه في النفوس. على إذنك يا متر. طب مش لما تشرب المية الأول؟ خليها مرة تانية. أنا يا هيثم. هيثم يا ابن الكلب. يا ابن الكلب. ياب ياب انا صحيح ما شفتكيش كتير بس انا ليه نظرة في البني ادمين وانتي بنت ذكية. كل اللي ناقصك يعني خطة. خطة ازاي يعني؟ يعني تبقى عارفة خطوتك الجاية ايه. يعني انتي فتحتي صالون والصالون بينجح والناس بدأت تعرفك وبتجيلك مخصوص. وبعدين مش عارفة انا والله لسه ما فكرتش. غلط. لازم تفكري. هو انا يعني بفكر بس اوسع الصالون ونفسي كده
ابقى مشهوره والناس تشاور عليا بالاسم. وكنت برضو كلمت الدكتوره نهال اللي هي مرات الدكتور علي الجندي، اكيد حضرتك عارفه، كنت كلمتها في فكره كده. طب حلو، نهال صاحبتي جدا، ممكن اكلمها لك ازوق لك الموضوع من عندي. والله يا ريت. انا كنت مقترحه عليها انه ممكن نعمل فرع عندها في المستشفى يكون للمساج الطبي، يعني العيانين لما يخلصوا العلاج الطبيعي يعملوا. بصي انا عندي ليكي فكره تانية خالص. فكره ازاي يعني يا باشا؟ انت تعرفي انا مين الاول؟ طبعا حضرتك مين ما يعرفش طارق درغام باشا. طب كويس، انا بقى بفتح قناه جديده اليومين دول، ما تيجي تعملي معانا برنامج؟ انا يا باشا؟ ايوه انت. نعمل برنامج خفيف كده تتكلمي فيه عن الموضه والصحه والدايت والحاجات اللي بتحبها الستات دي. تسمعي عن حاجه اسمها رياليتي شوز؟ اللي هو يعني الموضوع بسيط جدا، هتجيلك كام بنت عاوزين يغيروا من شكلهم، يعملوا ميك اوفر، وطبعا اللعبه دي لعبتك انت، بقى هتستلمي البنات دي تعملي معاهم انترفيوز، تساليهم عاوزين يعملوا ايه، واحنا نصورهم قبل الميك اوفر وبعد الميك اوفر وهم موزس حلوين كده، وممكن نعمل تصويت ونشوف مين اللي هيكسب. طبعا ساعتها الناس هتبتدي تبعت مسجات، المصريه احلى، لا اللبنانيه احلى، لا التونسيه، المغربيه، وانت تتشهري والقناة تعمل فلوس. طب البرامج دي بتقول مع الناس يا باشا؟ طبعا، دي بتحقق أكبر نسبة مشاهدة، خاصة بعد ما الناس زهقت من السياسة. قلت إيه؟ والله ماليش قول بعد قولك يا باشا. طب كويس، أنا بقى راجل عملي وما بحبش أضيع وقت. جوه في الأوضة تحت التلفزيون هتلاقي فيه شنطة، هاتيها وتعالي. بفكر ايه رايك في اسم ساعة مع سعاد؟ لا مش حلو، ساعة مع سوء احلى. مش كده؟ ماشي. وادي يا ستي العقد، اسمك ايه بقى؟ سعاد محمود جابر عطله. سعاد محمود جابر عطله. قولي لي بقى، مليون جنيه كويس؟ مليون كلمة كمان هغير رأيي. لا ما تغيرش رأيك، تغيره ليه يا باشا؟ اوعى تغيره. جوزك كان طالب مني 3 مليون، هديكي منهم مليون وصالحكوا على بعض، ايه رايك؟ هو صحيح هو كان هنا يعني بيعمل ايه؟ بيزنس، مالكيش فيه. حاضر. اتفضلي، انديلي بقى تحت الطرف التاني. الله يبارك فيك. انا والله يعني مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه، انا بس عايزك تفتكري اليوم ده كويس. النهارده حياتك كلها هتتغير، هتبقي شخص تاني، واحده تانيه تماما. اتفضلي.
ستي. انت بزعق كده ليه؟ بزعق ايه؟ الواد بيموت دكتور بعضنا. سماح ابعتي لي دكتور احمد متوارق بسرعه. سماح خليك معايا. يا هيثم دكتور بسرعه بقولك. والله انا كلمته وهو جاي بس شويه اجراءات. اجراءات ايه؟ الواد بيموت. اهو الدكتور جه اهو. يا دكتور ايه في ايه؟ الواد بيموت يا دكتور. لازم يدخل عناية حالا. بقول لك يا سحر. ده اذا كان اسمك سحر يعني. فكرتيش قبل كده ان الواحد ممكن يكون بيعمل غلط عشان يوصل للصح؟ لا ما فكرتش. يعني انا مثلا في ظروف تانية كان زماني شغالة في محل ملابس في شبرا المظلات. اخري 1200 جنيه في الشهر. يعملوا ايه؟ ما كنتش عرفت ادخل ابني مدرسة كويسة زي اللي هو فيها دلوقتي. انت عندك عيل؟ ايه؟ ما يحقليش؟ ما فكرتيش تبطلي؟ اتوب يعني؟ ايه اللي انا قلته بيضحك؟ لا بس حسيتك كرفت فجأة كده على حسين رياض. فاضل قد ايه؟ ما فاضلش. العمل لسه مش عايز؟ لا عايز. هاتف. خير يا ريس؟ تعرف مين اللي كان عندي ده؟ مش ده الضابط اللي كان ماسك قضية وليد؟ هو بعينه شريف إدريس. طب عايز ايه؟ مش القضية خلاص بح؟ كان جاي يعتذر لي عن اللي عملته معايا مرات وليد. تلاقيه كان جاي جور ناعم يا ريس ولا حاجة. ما يتقليش، حاسس ان وراه حاجة تانية. اصل ايه اللي يخليه يجيلي ويرميلي معلومة زي دي؟ انت متأكد يا فندم ان الجهاز ده هيشتغل؟ يعني احنا كده رجل ايه حاجة توهوش يا ريس؟ الا لو ايه يا باشا؟ هقول لك بعدين، روح انت دلوقتي. بس اللي احنا بنعمله ده مش قانون يا باشا. انا عارف يا حسام اللي مش قانون. عايز نعمل ايه يعني؟ واحد انا متاكد ان هو وراه كل البلاوي دي ومش عارف امسك عليه غلطه، والقانون في ايده وقانون لعبته وعلاقاته قد كده. الموضوع صعب جدا يعني، عايز نعمل ايه؟ ربنا يخلصها على خير يا رب. شوف اخرتها معاه ايه. تعالي هنا. والله يا
علي مخونتك، والله يا علي ايوه مين؟ روم سيرفيس. روم سيرفيس؟ انا ما طلبتش روم سيرفيس. حضرتك دي هديه من الاوتيل.